الناقدة الكبيرة الأستاذة خيرية البشلاوي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وأنا طبعا بشكل خاص سعيدة بوجودك معانا، وبعترف دايما أنك يعني واحدة من أبرع من يكتبون النقد السينمائي في مصر. أنا شخصيا اتعلمت منك كتير. أنا بشكرك جدا ده. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا الحقيقة عايزة أسأل يعني في البداية، حضرتك درستي إنجليزي يعني لغة إنجليزية، كيف توجهتي إلى النقد السينمائي؟ أنا درست الأدب الإنجليزي، وفي نقد بالتأكيد، وفي دراما، وفي نوفل، وفي كل المادة الخام الأولية المهمة لصناعة الفيلم. والنقد جزء عضوي في الكلام عن السينما، والسينما جزء عضوي في التكوين الجمعي، التكوين العقلي والتكوين الوجداني لكل الناس، المتعلم والجاهل، الصعيدي والقريب والبعيد. فالسينما مصدر شعبي للترفيه وللمتعة. ومن هنا أنا حبيت السينما، وحبيت الأدب، وحبيت النقد. والنقد ما حبيتوش بمعنى أن أنا يعني أقول أحب النقد، إنما أنا بطبيعتي ببص للأشياء من جوانبها المختلفة. ممكن تسميه نقد، ممكن تسميه، فأنا ما بشوفش حاجة وباخدها كأمر مسلم بي في حياتي بشكل عام يعني. يبقى كل شيء قابل للنقاش يعني. كل شيء قابل للنقاش، وكل شيء تركيبة فيها الجميل وفيها القبيح، وفيها المقبول وفيها المرفوض. ولما بتكوني بتكلمي العامة، لأن السينما الحقيقة عموم الناس، عموم الناس يعني، لأن السينما ده جمهورها، وجمهورها الأسير يعني، اللي ما تقدرش تعيش من غيره. ومن هنا يعني فعلا حضرتك بتقولي حاجة مهمة، سينما بلا جمهور، السينما بلا جمهور مش هتبقى سينما ولن تؤدي دورها، وهي أصلا معمولة ليه؟ عشان يعني كده بيقولوا إن الصناعة دي صناعة فن جماهيري، انترتينمنت. ويعني إيه انترتينمنت إذا حبيناها نبسطها؟ أيوة. يعني فضلي. هي الترفيه، لكن الترفيه ده كلمة مطاطة، يعني ممكن يبقى ترفيه إيجابي، وممكن يبقى ترفيه سلبي، وممكن يبقى ليه مردود نافع، وممكن يبقى ليه مردود ضار. ولو احنا طلعنا من الزاوية دي ودخلنا على ميدان أوسع بقى، هنتكلم عن القوى الناعمة. والسينما طبعا فرع كبير، والسينما واحدة من أهم من أهم أسلحة القوى الناعمة طبعا. شوفي هوليود عملت في العالم كله إيه، وولد ديزني عمل إيه في أطفال العالم كله. الهوليود قدرت تصنع ذوق العالم. أيوة. وتصنع الموديل، وتصنع الفكر بقى. ولما دخلنا في السياسة، والسياسة الثقيلة كمان، هتلاقيها قد إيه بتشكل مش بس الوجدان والمعنويات، وإنما أيضا بتخلق قيم الجمال، وبتخلق قيم الخاصة بالسياسة. تحببك قوي كيف أن أمريكا هي القوة الضاربة في العالم، كيف أن الصهاينة هم اللي صنعوا السينما، هم اللي عملوها، هي بيتهم. هوليود هي اللي عملتها. مين هم اللي بيقولوا ده؟ معلوماتي دي منهم، مانيش بألفها يعني. هم سينما امباير اوف ذير اون، امبراطورية خاصة بهم. أيوه. هم اللي كاتبين الكلام ده، او هما اللي قايلين الكلام ده. واذا كان اللي قايل الكلام ده واحد من النقاد المهمين قوي الامريكان اسمه نيل جابلر. فانت بتكلمي عن اسلحه ثقيله، الفيلم سلاح ثقيل في القوى الناعمه، يعني سلاح ثقيل او قوه ناعمه، او طبعا انتشار عالمي وتاثير. لا يعني هوش القوه عكسها، القوه الخشنه السلاح، انما القوه الناعمه اللي ابتكرها، النظريه اللي ابتكرها جوزيف ناي. ايوه. قال إن الحرب ما هيش قدر، ولكن إحنا ممكن نفكك الشعوب ونهزمها ونجيب عليها وطية من خلال من جواها، وبالقوة الناعمة، باستخدام القوة الناعمة. علشان كده كان في على طول عايز أقول فرق لصناعة القوة الناعمة، أو هي كأداة للقوة الناعمة، وبتشتغل على الشعب، وتشتغل على السياسة، وتشتغل على تفكيك المقاومات الأساسية للشخصية المصرية مثلا. لو خدنا مصر كنموذج،
فبتخلق لك القوة الناعمة. القوة الناعمة دي بتخليني كمان أفكر في كيف بدأت جماعة الإخوان. القوة الناعمة مين اللي عملها؟ مين اللي عملها 28 سنة 1908؟ مين اللي عملها؟ هي دي مش قوة ناعمة؟ استخدمت فكريا واستخدمت كل أدواتها من المساجد، من المادة الكتابات والخطب والكتاب والكتابات والخطب والميكروفونات دلوقتي مالية الدنيا. فإحنا القوة الناعمة السينما، هنرجع بقى لموضوعنا اللي حضرتك طرحتيه، إن السينما واحدة من القوة الضاربة، أحد أسلحة القوة الضاربة في والتي يمكن أن تنتشر على مستوى العالم. عشان كده وعلى مستوى العالم وعلى مستوى مصر كمان.